ما هو تقرير ملاءة الائتماني؟ التسهيلات الائتمانية جزء من حياتنا اليومية كالقروض بمختلف أنواعها وتمويل الإلكترونيات وغيرها. ولكن من يقرر حصولك على التسهيلات الائتمانية؟ وكيف يقوم المقرضون باتخاذ ذلك القرار؟ عند تقدمك لطلب تسهيل ائتماني، سيحتاج المقرضين لمعرفة مدى قدرتك على سداد القرض قبل اعتماد طلبك. ولكن كيف يمكنهم معرفة ذلك؟ وما هي آلية الحصول على تقريرك الائتماني؟ يستخدم المقرضون كالبنوك وشركات التمويل تقريرك الائتماني لتقييم ملاءتك وما إذا كنت تستوفي الشروط. وليس المقرضين من بنوك وشركات تمويل فقط هم من يهتمون بمعرفة تقريرك الائتماني، فشركات الاتصالات والتأمين والخدمات العامة قد تطلع على تقريرك الائتماني عند تقدمك بطلب الحصول على خدماتها. ولهذا تقريرك الائتماني بالغ الأهمية، فهو يزود المقرضين بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرار تقديم التسهيلات الائتمانية. إذن ما هو محتوى التقرير الائتماني؟ هو عبارة عن سجل لمعلوماتك الائتمانية والمالية لعدة سنوات، ويحتوي على: الجزء الأول يحتوي على بياناتك الشخصية كالهوية والاسم والعنوان ومعلومات الاتصال والعمل. والجزء الثاني يحتوي على بيانات الاستعلام الائتماني التي تمت عنك. الجزء الثالث يحتوي على ملخص تسهيلاتك الائتمانية وحالة التسهيلات ونوعها وتصنيفها، وكذلك العضو المزود بالتسهيلات كالبنوك وشركات التمويل وغيرها. بينما يشمل الجزء الأخير على تاريخ الأقساط الشهرية للتسهيلات الائتمانية وعدد أيام التأخير إن وجدت. كما يحتوي التقرير على درجة قياس الجدارة الائتمانية، وهي عبارة عن رقم يتراوح بين 300 و900، وكلما ارتفع الرقم كلما قلت مخاطر الائتمان. وفي هذا المثال فإن 750 هي درجة جدارة ائتمانية جيدة، وتدل على أن العميل فرداً أو شركة بإمكانه الحصول على تسهيلات ائتمانية بشكل أسهل. فمن الضروري أن تكون المعلومات في تقريرك الائتماني صحيحة، وإذا كنت تشك بوجود خطأ في معلوماتك الائتمانية فبإمكانك تقديم طلب تصحيح المعلومات لملاءة، وبإمكانك التعرف على معلومات أكثر بالإجراءات المتبعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لملاءة www.malaa.gov.om. ملاءة، نحو قيمة مضافة للمجتمع العماني.